أحبائي سعد لي صباحكم، أتمنى يلقاكم صوتي في أحلى أوقاتكم يا رب. هذا المحتوى مخصص للطاقات الترابية. تقوم هذه الطاقة أو الطاقة الترابية على مفاهيم رئيسية عظمى، هي أولا العقل، ثانيا الواقع والمادية. لما أقول مادية فمعنى اتصال الأشخاص ذوي الطاقة الترابية بالمادة أو بالأرض. والمفهوم الثالث هو الصلابة، الصلابة بمعنى كلمة سوليد باللغة الفرنسية. من هذه المفاهيم تنتج أو تنمو صفات ثانوية هي اللي راح نناقشها اليوم في هذا المحتوى. من مفهوم العقل أو الفكرة الأولى لديهم سنستخرج العديد من الصفات، أهمها أولا الهدوء. يتميز الأشخاص الترابيين بهدوء كبير على مستوى السلوك في الغالب، يعني هم أشخاص في الغالب مزاجهم العام هادئ، سواء في أحاديثهم أو في سلوكاتهم، في طريقة مشيهم، طريقة تعاملهم مع الآخر، بكل يعني في كل صور الفعل لدى الطاقة الترابية، في كل صور الفعل لدى الطاقة الترابية هناك سمة مميزة أو سمة طاغية هي الهدوء. وهنا بين قوسين قد يكون الشخص الترابي شخصا عبوسا، بمعنى شخص لا يضحك كثيرا أو لا يبتسم كثيرا، وهذا يدخل أكيد في إطار المزاجية أو مزاجيته، يعني son tempérament de nature، يعني طبيعته المزاجية. وهنا فينا نميز بين نقدر نقول فئتين في الطاقات الترابية، وهناك أشخاص أكثر فرحا من أشخاص آخرين. أوكي؟ الصفة الثانية كذلك التي نجدها عند الترابيين وهي خاصة بالعقل هي المنهجية. سي دي جون ميثوديك، منهجية بمعنى هم أشخاص في الغالب يرتبون ويضعون خطط معينة للوصول إلى أهداف معينة، ويستخدمون في الغالب مجموعة من الأساليب أو مجموعة من المنهجيات المنظمة التي تساير التي تلازم حياتهم يعني بصورة مستمرة. هم في الغالب يعني يعتمدون في حياتهم بصورة عامة على خطة واضحة المعالم بمراحل واضحة كذلك، ولا يحبون التسرع. ويعني ذلك أننا ما نلقاوش أو لا نجد طاقة ترابية تأخذ قرارات سريعة أو قرارات فجائية متهورة مثلا. الصفة الثالثة التي تنجو معنا العقل كذلك هي المنطقية، لا لوجيك. هم أشخاص منطقيين بمعنى عندهم تسلسل واضح في أفكارهم، ويتسقون في الغالب مع نمط تفكيرهم أو مع طريقة رؤيتهم للحياة أو طريقة تفكيرهم بصورة عامة. لما أقول ذلك، هذا لا يعني أنهم سطحيين مثلا، هذا لا يعني أنهم يفضلون المنطق على مثلا على العمق أو ما شابه، لا. حبيت نقول أنهم في الغالب لا يتقبلون الأفكار مثلا الغير منطقية أو الأفكار التي لا تتسق مع منطق حياتهم أو منطق فكرهم بصورة عامة. الصفة الرابعة كذلك اللي ممكن نستخرجها من فكرة العقل لديهم أو مفهوم العقل لديهم هي الرجاحة، بمعنى أن الشخص الترابي هو شخص راشد في فكره، يعني هو ليس طفولي الفكر، هو في الغالب إنسان ناضج الفكر حتى ولو كان سنه صغيرا. يعني
إيفن هذا الشخص مثلا يكون عنده 17 سنة، فإذا قارنتيه أو إذا قارنته بأشخاص عندهم 17 سنة من طاقات أخرى، سنجد أن الأشخاص الآخرين أكثر جنونا منه، أكثر تهورا منه، أكثر حركة مثلا عقلية منه. لماذا؟ لأنه في الغالب الشخص الترابي هو شخص رزين، شخص راجح من حيث السلوك، ولأنه سلوكه كذلك كله سلوكه كله ينجم عن العقل. لاحظوا كل سلوكاته في الغالب سلوكات عقلانية. من الصفات التي تنتج عن ماديتهم، عن مادية الطاقات الترابية، أنهم أشخاص يحبوا كل ما هو مادي. مثلا يحبوا يعيشوا في الرخاء المادي، منازل، سيارات إلى آخره. هم عندهم حاجة ملحة إلى ماذا؟ إلى التأمين المالي والاقتصادي. لاحظوا هم بالنسبة لهم أمانهم، يسوفون سيكوريزي بار لارجون. بالنسبة لهم أمانهم هو أنهم يكونوا عندهم أموال كافية، أو أموال بالنسبة لهم كافية لتحقيق نمط عيش معين، أو لتحقيق مستوى عيش معين. فإذا قلت هم يأمنوا بالنسبة لهم التأمين المالي والاقتصادي بصورة عامة حاجة مهمة، وبدون هذا الشرط، لاحظوا بدون هذا الشرط في مسار حياتهم، يعني هذا التأمين المالي، رح يحسوا بعدم الأمان. يعني الشخص الترابي لما يفقد عمله مثلا اللي هو مصدر رزقه أو مصدر دخله، رح يكون انسيكيور، رح يحس روحه غير آمن، رح يدخل في حالة فوضى عقلية، فوضى نفسية كذلك. من الصفات الأخرى كذلك التي تنجم عن ماديتهم وواقعيتهم هي المثابرة، المثابرة، la persévérance. هم أشخاص مجتهدين جدا، يولون أهمية كبيرة لوظائفهم، سواء الاجتماعية والمهنية يعني بصورة عامة، يعني العمل، أو حتى وظائفهم الأسرية. يعني مثلا الطاقة الترابية لو كانت أم ستؤدي دورها مع أسرتها على أحسن وجه، وإذا كان أبا كذلك سيؤدي ذلك الدور بنفس الطريقة. هم على الصعيد المهني أشخاص يسعون دوما للوصول إلى أبعد أهداف ممكنة في وظيفتهم. يعني هم دايما يتحدوا أنفسهم، يحاولوا يوصلوا إلى ذلك الهدف مهما كانت الطريقة، مهما كان الجهد المبذول حتى يوصلوا له، يعني بصورة منقطعة النظير. الترابي في الغالب لما يوضع هدف في العمل سيصل إليه عاجلا أو آجلا، يعني هذه يكونوا متأكدين منها. من الصفات كذلك التي تنجم عن ماديتهم أنهم أشخاص يتميزون بالصرامة، غيغورو، غيغور. هم غالبا صارمين ومنضبطين بشكل لافت للانتباه، لذلك يشكلون شركاء جيدين في العمل، ويصلحون كذلك للمناصب الإدارية. وأحيانا في حديتهم هذه، يعني في حديتهم في الصرامة، سينقصهم الخيال وسيسقطون في التقليدية، يعني يصبحوا أشخاص كلاسيكيين، أشخاص تقليديين إلى آخره. إذا أضفنا كذلك صفة أخرى للمادية، فنجد أنهم أشخاص في الغالب يحبون التملك. فالشخص الترابي في الغالب يحب أن يكون يحب يحافظ على ملكيته. فلا أدري، في أبسط مثال قد أقدمه مثلا، هو لا يحب مثلا أن يرتدي ثيابه شخص آخر، مثلا بين الإخوة. الترابي ما يحبش مثلا أن يرتدي أخوه ثيابه مثلا، ولو على سبيل الإعارة وما شابه. الترابي كذلك إذا حب مثلا، إذا حب شخصا ما، سواء رجل أو امرأة، فيحب يملك ذلك الشخص، وهذه من أسوأ صفاته، وينجم عن ذلك غيرة شديدة يعني اتجاه ذلك الشخص. فهو مثلا الشخص الترابي يفضل لو أن ذلك الشخص
الذي يحبه لو يستطيع أن يضعه في جيبه ويمشي به. هو بالنسبة لي هذه أحسن صورة أنه يأمن ذلك الحب. فإذا حب التملك عندهم صفة رئيسية في صفاتهم، وتضاف إليها الغيرة التي قد تكون أحيانا مؤذية يعني. طيب على المستوى النفسي، إذا جينا نشوف هذه الطاقات الترابية، تعيش هذه الطاقات الترابية على المستوى النفسي نوعا من التناقض، بحيث هم في الغالب يعني يحبوا الهدوء والثبات، هم يسون ستابل ثابتين يعني، ويحبوا الهدوء في الغالب، ولكنهم يحلمون في داخلهم بالجنون والاختلاف، يحبوا يعيشوا نوع من العشق المختلف، نوع من المغامرة يعني. هم نفسيا لما نحلوا شخصياتهم نفسيا، هم واعيين يعرفون يعني، هم واعيين أن ناقصهم المرونة في حياتهم، لذلك يحاولون باستمرار أنهم يوجدوا في شريكهم ما يفاجئهم أو ما يزعج حياتهم الرتيبة الملولة يعني، حياتهم اللي عاملة مثل القطار في الغالب. الطاقات الترابية كذلك في الغالب تحب أحيانا تلعب دور الحامي، ها لو سان بارناغ يعني المنقذ، لذلك يوجد أنفسهم مع شخصيات ضعيفة أو مضطربة انستيبل يعني، أو بوردر لاين. أحيانا ترابي يوجد نفسه متزوج مع شخصية مضطربة أو شخصية بوردر لاين يعني حدية، أو شخصية ضعيفة من حيث المستوى الاجتماعي أو من حيث الذكاء أو من حيث. لماذا قلت لكم الآن؟ لأنهم في الغالب يريدون أن يلعبوا دور الحامي حتى يعطوا أنفسهم مهمة فيها تقدير، مهمة فيها تقدير لذواتهم، ولكن للأسف أحيانا يوجد أنفسهم مجهدين ومرهقين يعني يوصل واحد الحد وين يلحقوا خلاص يلحقوا لدرجة من التعب الجسمي والنفسي من كل الأمور. قلت يوجدوا نفسهم مجهدين ومرهقين من إصلاح الأعطاب والتنظيف وراء سلوكات شركائهم المضطربين. وأخيرا من أهم صفاتهم النفسية التجاهل، تجاهل الآخر بحكم ماديته وأحيانا سطحيته. الشخص الترابي أحيانا يكون سطحي يعني بديبيل يعني شوية بليد يعني نوعا ما. قلت بحكم ماديته الشخص الترابي أحيانا يعيش عواطفه بصورة خجولة، بصورة محتشمة يعني في السر، بمعنى هو لا يصرح كثيرا عنها يعني، لا يستشعر ولا يفسر عواطفه للآخر يعني، لا يحاول أن يفهم عواطفه وما يحبش يحكي عليها بالضرورة المنطقية. فلذلك من أهم أسلحته في هذا المشكل العاطفي هنا، حتى يثير شريكه أو يثير اهتمام شريكه بسرعة ما، هو تجاهله لفترة مؤقتة يعني، فترة معينة أو فترات يعني على فترات منقطعة يعني. وهو هذا التجاهل سلاحه هذا النفسي، قد ينفع يعني، قد ينفع الأمر أحيانا مع بعض الشركاء ويثير الشوق لدى الآخر، ولكن إذا كانت العلاقة قوية بينهما يعني. لاحظوا إذا عندي شريكين، واحد منهم ترابي مثلا وواحد مائي، فإذا الترابي في كل مرة المائي متعلق، الشخص المائي متعلق، فأكيد حتى وإن تجاهلته سيعود إليك. لكن لاحظوا إذا كان عندي ترابي مثلا مع هوائي أو مع ناري، فسنفا بامخشي، لن يمشي الأمر. لماذا؟ لأنه إذا كان التجاهل أصبح سلاحه الوحيد في هذه العلاقة، فقد يكون عاملا مهما في قطع العلاقة بينهما. لماذا؟ لأنه التجاهل غير مفهوم عند الكثير من الناس يعني،
لا نوسيون هذه، هذا المفهوم التجاهل مش مفهوم عند كل الناس بنفس الطريقة. قد يفهمه البعض على أنه نوع من الحب وإثارة الاهتمام، وقد يفهمه البعض على أنه قلة احترام. أوكي؟ فإذا قلت قد ينفع، لاحظوا، قد ينفع التجاهل إذا كانت العلاقة قوية بينهما، ولكن قد يكون عاملا مهما لابتعاد أحبائه عنه، يعني أحباء التراب عنه. طيب الآن نشوف الخاصية الرابعة أو المفهوم الرابع، ألا وهو الصلابة. الصلابة يعني الشخص الترابي شخص قوي صلب، نقدر نتكلوا عليه، نقدر يعني باستطاعتي أن يقدم لك الدعم، الدعم النفسي أو الدعم المادي أو الدعم الاجتماعي أو الدعم الاقتصادي إلى آخره. لماذا؟ لأنه هو عنده هذا القوة، هذه اللي ممكن يعطيها لك لما أنت تحتاجه أكيد. لكن ينتج على هذه الصلابة مجموعة من الصفات كذلك ثانوية. أهم صفة نوجدها عند الشخص الترابي هي الصبر والتحمل. الشخص الترابي يعني تنجم عن صلابته كعامل ثابت في طبعه أنه صبور جدا، صبور يعني قد يمنح الكثير من الفرص للشخص الآخر، ولكن حذاري، إذا فقد صبره سيقطع كل يعني كل القوة أو كل الثبات اللي كان يعطيه للآخر، سيقطع قلت بصورة نهائية، ويكون عقابه صارم وقاسي جدا. على مستوى كذلك على مستوى هذه الصفة، على مستوى هذه الصفة الصلابة، راح نخرج كذلك صفة أخرى بديلة أو صفة أخرى متيوبة، ألا وهي التعنت. التعنت لا 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 يعني لا شغنمو. الشخص الترابي متعنت عنيد جدا، يعني ببساطة مثل ما يقول المثل العربي، معزة ولو طارت. يعني هو في الغالب يعني حين يقرر شيئا ما أو حين يفكر فكرة ما، فمن الصعب عليك أن تغير فكرته، ومن الصعب عليك أن تقنعه بالرأي الآخر. هم متصلبون جدا في قراراتهم، يعني إلى درجة البلادة أحيانا، وهذا شيء مش مليح أكيد. لماذا؟ لأن الشخص إذا كان لا ينفتح أو لا يحاور أو لا يستمع إلى الآخر ولا يحسن تجديد طاقته العقلية، فهذا يعني لن يفيده في حياته. هم في الغالب قلت لا يحيدون على قراراتهم مهما كانت الظروف والأحوال، وهذا الأمر نسبي في الغالب. ما لاحظوا لأن هذه صفة متيبة، هذه صفة غير ثابتة. هذا الأمر نسبي. لماذا؟ لأنه إذا كانت الطاقة الترابية متفتحة، يعني إذا كان مثلا هذا الرجل أو هذه المرأة سافرت إلى دول كثيرة وشافت ثقافات كثيرة وتعلمت لغات كثيرة، فهذا سيجعلها شخصا أكثر انفتاحا وأكثر مرونة يعني في قراراته وفي فكره. قلت إذا كان هذا الطاقة الترابية قلت متفتحة على العالم، فستدخل بعض التصالح مع أفكارها، مع فكرها ومع أفكار الآخرين كذلك، حيث يصبح عندنا شخص أكثر بين قوسين ثقافة. يعني أنا لا أقصد هنا الثقافة الأجنبية بالضرورة، لا، أنا أقصد التنوع الثقافي. أنت لما تقرأ ثقافة بلد أو ثقافة أمة أخرى، فهذا يمنحك بابا جديدا من العلم، بابا جديدا من دخول تيارات فكرية أخرى وأيديولوجيات جديدة كذلك. طيب الآن كيف نعامل هذا الطاقات الترابية؟ في الغالب الطاقات الترابية لا يحبون الأوامر، فابتعد قدر المستطاع عن إعطاء الأوامر للطاقات الترابية، وحاول يعني قدر المستطاع
وهنا بين قوسين هم لا يحبون الأوامر رجال ونساء، يعني في الصنفين، لأن هذا أكثر شيء راح في الحقيقة الأوامر أكثر شيء راح يدخلهم في صدامات يعني مع أفكارهم ومعك كذلك. لكن هم في الغالب ممكن يتقبلوا النصيحة يعني إذا أحسوا أنها صادقة. يعني الشخص الترابي إذا أعطيته نصيحة وحس أنها صادقة ممكن يأخذ بها حتى ولو لم يقل لك ذلك. يعني ثاني شيء كذلك نصيحة مهمة نعطيها لكم فيما يخص الطاقة الترابية، بحكم أنني أعيش مع طاقة ترابية. ثاني صفة هي التجاهل، لا تتجاهل الطاقات الترابية، يعني لا تتجاهل الطاقة الترابية، بمعنى لاحظوا هم ملوك التجاهل. الطاقات، نعطيكم شي نضحككم، هم ملوك التجاهل، الطاقات الترابية يعني سي دي غوا ملوك في تجاهل الآخر، لكن هم ما يحبوش لما يتجاهلهم الناس. شي ظريف يعني فيهم، هم لازم يتجاهلوك لكن انت ما عندكش الحق تتجاهلهم، بمجرد ما تتجاهلهم راح يدخلوا في صدام مع انفسهم. قلت لا تتجاهلهم، حاول قدر المستطاع انك تتحاور معهم بصورة سلمية، واذا تجاهلوك فالجأ الى حكمك العادل. دايما اقول لكم لو ليبغ اربيتر توجور، ترجعوا الحكم حكمكم انتم كاشخاص. اذا رايت ان هذا التجاهل مقبول ومسموح ووجدت له عذرا مقبولا فايتس اوكي، فوت الامر. اذا رايت ان هذا التجاهل فيه قلة احترام وفيه مساس بشخصك او بشخصيتك او اذى نفسيتك فابتعد عنه. لاحظوا الطاقات الترابية طاقات باردة لا تعبر عن الحب، فاذا كنتم في بداية العلاقة وحسيتوا انفسكم بعاد جدا عنهم فيما يخص الكوميونيكيشن يعني، فمن الافضل انكم تبتعدوا، لانهم راح يؤذيوا نفسيتكم، راح تتعرضوا الى الاذى النفسي اذا بقيتوا معهم وما صبرتوش عليهم. الطاقة الترابية تحتاج، لاحظوا بين قوسين هذه اهم جملة ممكن في الاوديو، الطاقة الترابية تحتاج حتى تتعامل معها بنجاح، تحتاج شخص اولا يحب، شخص يحب ذلك الشخص. لا ادري كيف افسر لكم، لكن لازم يكون هناك مشاعر صادقة، حب ايموشن يعني عاطفة حب صادقة لهذا الشخص، هذه واحدة. وثانيا تحتاج كذلك صبر، تحتاج صبر كبير حتى تتعامل مع الطاقة الترابية لأنها باردة مثل ما قلت لكم الآن. فإذا حتى تبقى أو حتى تكون علاقتك سلمية مع شخص ترابي يجب أن تحبه ويجب أن تصبر عليه، أوكي؟ فإذا قلت إذا عاملك بتجاهل فالجأ إلى حكمك الشخصي أو حكمك العادل، وشوف إذا كنت هذا الشخص تحبه ولا لا. إذا كنت تحبه فحاول توجد له العذر، وإذا كنت ما تحبوش فابتعد عنه أحسن، حتى ما تدخلوش في صدامات ستؤذي نفسيتك أنت وتؤذي نفسيته هو، أوكي؟ طيب الآن بالنسبة كذلك لحبهم للتملك، لاحظوا الشخص الترابي قد يكون يطور ماسك من الماسكات اللي حدثتكم عليها، ألا وهو الكنترول. So he va être contrôleur، سيكون كنترولر معك، بمعنى يحب يفهم كل شيء ويحب يسيطر على كل شيء ويحب يكون عنده اليد العليا في العلاقة، يعني يحب دايما هو اللي يكون عنده اليد العليا. فكذلك إذا شفت أن هذا لا يتسق معك فمن الأفضل أنك تغادر العلاقة بصورة سلمية حتى لا تؤذي نفسيتك، أوكي؟ يعني دون حروب نفسية. أعتقد أنني كملت كل شيء بالنسبة للطاقات الترابية. لن أنسى أن أذكر في نهاية هذا الفيديو أنهم أشخاص يحبون بصدق، يعني الشخص الترابي شخص يعني لما يحب شخص آخر سيحبه بصدق، هو شخص صادق في حبه ويعبر عن حبه مش بالقول ولكن بالأفعال،
هو يفعل ما يجعلك تعرف بأنه يحبك وبأنه يقدرك أو بأنه يثمن علاقته معك. وهم أشخاص أذكياء جدا جدا، فرحين يعرفوا الشخص اللي يحبهم والشخص اللي ما يحبهمش. فإذا كنت تمثل على شخص من الطاقات الترابية فلا داعي أنك تمثل عليه، لأنه سيعرف بأن حبك غير صادق. وإلى جميع الأشخاص الذين يعيشون مع طاقات ترابية، سأتمنى لكم حظا موفقا. بون شانس معهم. مع السلامة أحبائي، ألتقي بكم في آخر فيديو للطاقات ألا وهو الطاقة المائية.